كيف تطمئن المواطن حول مشروع القانون؟ مقابلات ولقاءات صحفية يجريها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ لازواني مع وسائل الإعلام الدولية تزامنا مع حلول الذكرى الثانية لتوليه رئاسة البلاد. الرئيس الموريتاني تطرق خلال مقابلته مع صحيفة جون أفريك وأخرى مع قناة فرانس 24 إلى أبرز ملفات حكمه وأكثر قضايا عهده حساسية. فقد تحدث لغزواني في مقابلته عن ملف الفساد في عصرية حكم الرئيس السابق محمد عبد العزيز وعن علاقته به، حيث نفى أن يكون ملف العشرية ملفا سياسيا، مضيفا أن قضية ولي عبد العزيز بدأت بتحقيق برلماني وانتهت إلى القضاء، متعهدا بأنه لن يتدخل في التحقيق. وفي رده على سؤال يتعلق بعلاقته مع المعارضة، قال لغزواني إن الاختلاف بينه والمعارضة يكمن في البرامج السياسية وأن العلاقة بينهما قائمة. كما تحدث ولي الغزواني أيضا عن علاقته بالرئيس السابق معاوية ولي الطايع، حيث أكد أنه لم يتحدث مع ولي الطايع بعد وصوله للحكم وأن عودته لم تكن مطروحة من طرفه. أما فيما يتعلق بموضوع قانون حماية الرموز، الموضوع الأكثر تداولا في ساحة هذه الأيام، قال ولي الغزواني أن مستوى الحريات في البلد سيظل على ما كان عليه بل إنه سوف يتحسن. وفيما يتعلق بثروات موريتانيا، قال إن موريتانيا تمتلك بالفعل ثروات كبيرة لكن لا بد من العمل على استغلالها للاستفادة منها. وبالإضافة إلى المواضيع الداخلية، تحدث ولي الغزواني أيضا في مواضيع دولية، حيث أبدى ثقته بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في بلاده. كما تحدث أيضا في مواضيع تتعلق بانسحاب قوة برخان والجماعات المسلحة وأخرى بعودة العلاقات مع إسرائيل. مقابلات ولي الغزواني الأخيرة لاقت حظا وافرا من التداول في الساحة، حيث اختلفت الآراء حولها بين مثن ومنتقد.